اسمي حسنين أحمد، خريج علوم كيمياء. مثل ما تعرف أنه خريج وما متعين من الأمور البديهية جدا بالعراق، فأي خريج يلقى نفسه أنه بعيد كل البعد عن مجال تخصصه. بس الصدمة الكبيرة أنه أنا ما لقيت أحد عندي الموهبة اللي تعتبر فريدة. أنا أكتب روايات كروايات العالمية الغربية والتي تصلح فيلم هوليودي، بالإضافة إلى تأليف إنمي على النمط الياباني نوع شونن. تأليفي لهذين الفيلمين يجعلني كاتب إكسبشنال على مستوى العراق والدول العربية. طبعاً إجيت بأسلوب جديد يختلف عن الأسلوب التقليدي المتبع في كتابة الروايات. هذا الأسلوب يتماشى مع أصناف الفئات العمرية ومستويات التحصيلات ومع مستوى التحصيلات الدراسي، وحتى أحقق الغرض المطلوب جعلت كل مؤلفاتي تمتاز بأربع صفات أساسية، اللي هي أولاً قوة الفكرة، ثانياً سهولة الألفاظ، ثالثاً الابتعاد عن التمطيط لمنع تكون أي ملل داخل المتلقي، رابعاً كثرة العقد الصعبة والتي لا يمكن التنبؤ بطريقة حلها. شو كنت يعني اكتشفت هاي الموهبة اللي عندك كتابة الروايات على الطريق الغربي؟ طبعاً أنا موهبتي اجتني من جهة من سالس عني الكلية، كانت مجرد خواطر. فبعدين حتى اختبر قدراتي حاولت انه اسولف لها لاصدقائي، وما اقول لهم انه انا المؤلف الرئيسي، فاقول لهم شفت كذا فيلم. هذا بالنسبه لي على نمط افلام هوليوود، وبالنسبه للانيميشن اللي نوع الشونن فاقول لهم كذا شونن، فيروحون يبحثون بالانترنت يلقون هذا الشيء ما موجود. فبعدين من اعترفت لهم بهاي الموهبه انه انا صاحب هاي المؤلفات تفاجئوا، لانه هاي تعتبر حاله يعني نادره بالعراق. فحاولت مع وزاره الثقافه يعني انه هي مو مساله تعيين، انه مثلا نقول والله ما متعين عادي، هو كل الناس متخرجه وما متعينه، بس تجي انت موهبه يمكن انه ترفع اسم العراق، لان انا دا اكتبه على نمط عالمي. زين، يعني مثل روايه الفقير في زمن الطمع، الفتى الذي واجه اقطار عصابات العالم ولم يستخدم سلاح ناري، هي روايه نفسيه عدد صفحاتها 348 صفحه. طريقة كتابتها تعتمد على التحليل النفسي لمكسري العزيمة، فيضط الحافز على عدم الاستسلام ومقاومة الصعاب مهما كانت الظروف صعبة. لذلك أنا سويت الإهداء إلى فقراء العالم ومرضى السرطان في كل بقاع الأرض. بالعراق مع الأسف كل من يتخرج يلقى نفسه بعيد كل البعد عن اختصاصه. يعني هسه 80% إذا تجي من الخريجين الموجودين بالعراق هو مو ضمن اختصاصهم. هذا يعني شيء، هذا شيء واقع. فانه انا ما تعينت هذا الشيء بديهي، لان انا حالي حال الاف الطلاب. بس المشكله والموضوع اللي مؤثر انه انت ما تشوف دعم بالشيء الموهبه اللي عندك. يعني اذا اسال سؤال وما اعتقد الاثنين العراقيين يختلفون عن اجابته، لو كنت هاي الموهبه عندي انا باي دوله راح ابقى انا هيك؟ هذا انا يعني هنا وصلنا الموضوع المناشده صراحه. اليوم انت موهوب، اليوم انت عندك طاقه خاصه فرديه، تمام. أنا يعني ضمن قبل لا أنه أنا أتحدث عن هذا الموضوع رح أسألك، أنت شو قيمت نفسك على أنه هاي الكتب وهاي المؤلفات هي مضاهية للطريق الغربية؟ شوف أستاذ، أكو لازم إحنا نفرق، أكو شيء اسمه الطموح وأكو شيء واحد الحالم. اليوم واحد من حالم هو شيء ما يقدر يسويه، بس الطموح من ضمن إمكانيات الشخص. يعني أنا كقوة فكرة زين، سواء الانمي النوع الشونين والافلام اللي والروايات اللي على نمط افلام هوليوود، انا اقارن قوه فكره. لحد هسه حتى افلام هوليوود يعطيك موضوع واحد، ما لحد هسه ما تم انتاج فيلم يضمن لك هاي العناصر اللي انا ذكرتها، انه من الظواهر الطبيعيه لاسس الاسلحه لانهيار الانظمه الاقتصاديه للشركات عملاق متعدد الجنسيات. يعني هذا الربط لحد هسه ماكو. زين، انا اقارن البوكس اوفيس الامريكي. فهذا الطموح من ضمن إمكانياتي، أنا مو مغرور، بس أنا عندي شيء أريد أثبته للناس.